تسببت الأمطار الغزيرة التي غمرت جزءاً من المنطقة بتعديل المسار ليصبح أقصر بحوالي 100 كيلومتر. يمتد مسار المرحلة الثالثة على شكل دائرة مغلقة تبدأ بالقيصومة وتنتهي فيها. الحرارة منخفضة للغاية، كما أن الأمطار تزيد من البرودة، ولكن الجميع يواجه نفس الظروف. إنها مرحلة جيدة أخرى، ستكون بعض المسارات رطبة، لكنني جاهز ومستعد، لذا دعونا نبدأ. ليس سراً بأن خوان باريدا بات كشاف اليوم، حيث وقع عليه افتتاح المسارات بعد تسجيله الزمن الأسرع في مرحلة الأمس. لقد خسر 10 دقائق لصالح المتصدر في نهاية المطاف. بدأ مارتن ميشيك مسيرته في سباقات الموتوكروس، إلى أن شغفه بالراليات الصحراوية دفعه نحو رالي داكار عام 2020. المركز العاشر للدراج النمساوي ماتياس فاليكنر، الذي بات ثالثاً ضمن الترتيب العام خلف سام ساندرلند، الذي أنهى يومه في المركز 17 بعدما كان ثاني المنطلقين في مرحلة اليوم. لم أرد الضغط كثيراً اليوم، كوني أعتقد بأن مرحلة الغد ستكون طويلة للغاية. الأكيد أن الدراج الأمريكي ميسون كلاين يستمتع بالقيادة هنا خلال أولى مشاركاته برالي داكار في السعودية، منهياً المرحلة بالمركز الثالث. لم نذكر اسم توبي برايس كثيراً حتى الآن، فقد كان خارج الثلاثة الأوائل في بداية الرالي، ولكنه كان ثاني أسرع الدراجين اليوم على بعد دقيقة واحدة من الصدارة. باولو كان أستاذي وقد علمني الكثير حيال الراليات، كان جزءاً من عائلتي، لذلك أهدي الفوز لروحه وإلى شقيقتي وأولادها وجميع عائلتي في البرتغال. لقد مر يواكيم رودريغاز بلحظات صعبة بعد وفاة زوج شقيقته باولو غونزالفيس في داكار، ولكن دراج هيرو قدم كل شيء اليوم محرزاً انتصاره الأول له ولفريقه في داكار. رودريغاز الفائز اليوم بفارق دقيقة عن برايس، بينما أكمل فالكنر ترتيب العشرة الأوائل. 4 ثوان فقط تفصل بين ساندرلند وإدريان فان بيفرن في الترتيب العام. أعلم أين خسرت الثواني الأربع، قدت الدراجة على إطار واحد احتفالا بعيد ميلادي، وبقيت على هذا الحال قرابة 20 ثانية. هذا هو سبب فارق الثواني الأربع ضمن الترتيب العام. أوه يا للأسف. شارك والدي 8 مرات في رالي داكار، لكن مر وقت طويل على مشاركته الأخيرة عام 1997. أنا قلق عليه الآن، لقد أضعنا الطريق ولكني تمكنت من الوصول الآن ولم أعثر عليه بعد. هذا هو الدراج الإيطالي أندريا جوسيبي فيلي وينكلر، الذي يشارك للمرة الأولى برالي داكار في الوقت الذي سقط فيه والده ألدو وينكلر عن دراجته الكي تي أم. تسبب هذا المنحدر الصخري الرملي بمعاناة كبيرة للعديد من الدراجين. بالرغم من السقوط لابد من المحاولة مرارا وتكرارا حتى تحقيق النجاح. نسبة السرعة الثالثة هي الوحيدة التي تعمل، لذلك من الصعب الصعود. يكمن سر النجاح في الحياة بعدم الاستسلام عند الشعور بالضعف. تتجلى الشجاعة في المواصلة، وهذا هو الأمر الأهم، فالفشل ليس من شيم الأبطال في داكار.
لقد وصل والده أخيرا ليجتمع الماضي بالحاضر. ضمن فئة الكواتس أحرز الفائز بمرحلة الأمس مانويل أندويار المركز الثالث، حيث يحاول جاهداً تقليص الفارق خلف متصدر الترتيب العام بعد المشاكل التي واجهها خلال اليوم الأول. لم ينهي ألكسندر جيرو رالي داكار في آخر عامين، ولكنه يبدو أكثر ثقة بنفسه خلال خامس مشاركة له في داكار. أنهى الدراج الفرنسي يومه ثانياً بفارق دقيقتين عن الفائز اليوم بابلو كوباتي الذي أحرز أول فوز له بإحدى مراحل داكار منذ 2017. لقد بدأ كوباتي يبتعد عن منافسيه في الترتيب العام، ولكن عليه الحذر من الضياع. أودي، تويوتا وبحرين ريد إكستريم. لقد خسر سيباستيان لوب الكثير من الوقت لصالح ناصر العطية في مرحلة اليوم. أعتقد أن نظام التعليق الأمامي قد كسر خلال الكيلومترات العشرة الأولى، لذلك كان علينا إكمال المرحلة بدفع ثنائي. لقد كانت مرحلة معقدة، لم أكن أستحق الإشادة البارحة بل اليوم. لقد عانينا حقا. بالطبع ناصر يمتلك الآن أفضلية واضحة في الصدارة، لن نكون قادرين على منافسته كما كنا نأمل. أعتقد بأن لوب واجه مشكلة بسيارته إذ حاولنا القيادة بهدوء بعدها من دون المخاطرة، وأنا سعيد للغاية بإنهائي للمرحلة. لقد سجل العطية ثامن أسرع زمن اليوم بفارق 5 دقائق عن الصدارة، في حين انقلبت سيارة الإسباني كارلوس شيكا الذي يخوض غمار داكار للمرة الأولى. المركز الثالث في مرحلة اليوم كان من نصيب الفرنسي ستيفان بيترونسال الذي تأخر بفارق 1:41 فقط عن الصدارة. مركز سابع بالأمس وثاني اليوم، هذه هي نتائج هانك لاتيغان في اليومين الأخيرين من رالي داكار. إنه يقدم نتائج جيدة للغاية في ثاني مشاركة له برالي داكار على متن سيارة تويوتا هايلكس تي 1 بلس. لقد أثبت الصانع الألماني العملاق خطأ كل من شكك بقدرات سيارته الكهربائية، حيث أهدى المتدور الإسباني كارلوس ساينز فريقه أول فوز تاريخي بإحدى المراحل مع هذه السيارة. من المؤسف حقاً أننا خسرنا الكثير من الوقت خلال الأيام الأولى من الرالي، ولكننا نحاول الآن التعلم وجمع المعلومات. إنها المشاركة الأولى لهذه السيارة في داكار، إذ لا يزال هناك الكثير لتعلمه. هذا هو الفوز 40 لساينز بإحدى المراحل في داكار. 3 سيارات أودي ضمن المراكز 5 الأولى بقيادة ساينز. اتبع العطية اليوم استراتيجية التروي ضمن حسابات معركة اللقب، حيث رفع الفارق أمام لوب إلى أكثر من 37 دقيقة، وهو يمتلك الآن العدد الأكبر من النقاط. إنها دموع الخيبة والإحباط للسائق الأمريكي ساث كوينتيرو بعد مشاكل الأمس. كنت يوما جيدا حتى الكيلومترات 45 الأخيرة، كنت أتمتع بصدارة مريحة، ولكننا تعرضنا لمشكلة في المركبة. حاولنا الاستمرار إلا أن المشاكل ازدادت تباعا، وهكذا انتهى يومنا. إنه أمر محبط للغاية، ولكني أتمنى العودة إلى المرحلة الثالثة لأنني منهك جسديا الآن. ولكن كوينتيرو سجل الزمن الأسرع في مرحلة اليوم ضمن فئة تي 3، وهذا فوزه الثاني من أصل 3 مراحل حتى الآن، بيد أنه بات خارج حسابات اللقب بعكس تشاليكو لوباز متصدر هذه الفئة. أحرز السائق البولندي ماريك كوكزال ثاني فوز له بإحدى المراحل ضمن فئة التي 4، ولكن الصدارة ما تزال أمريكية حتى الآن مع أوستن جونز.
إنه الفوز الثاني لديمتري سوتنيكوف بإحدى المراحل بداكار هذا العام، متقدماً على أندري كارجينوف، فيما واجه إدوارد نيكولاياف المشاكل مع شاحنته الكماز مكتفياً بالمركز السابع. شكراً جزيلاً لكم على حسن المتابعة، لقاؤنا يتجدد بكم مع المرحلة الرابعة الأطول في رالي داكار، والتي تعد بإثارة أكبر وتحديات أصعب.